مساء النور لأحلى أميرات وأحلى كبيدات وأحلى بوغوصات وأحلى الفيعات. درت واحد تبحيره يا سلام. دابا جينا عاوتاني لواحد لابارتمون جديد في نفس لا ريزيدونس ديال داك النهار، حيت ملي بدلنا هاد لا ريزيدونس هادي البارح كاينه واحد الحالة ما عجبتنيش، باغا نوريكم. شوفوا ياسمين راه هدا، ياسمين تسناي، ياسمين راه تبرني الدار حيت شفت شافتها قبل مني. لا ريزيدونس اللي وريتكم ديجا داك النهار الصراحه عجبتني هاد لا ريزيدونس بالمقنقه ابي 2، وعرفتوا عرفتوا مع دابا شهر 8 ما كاينش فين تحطوا رجليكم، والاثمنه غلا وغلا وغلا وغلا. وغادي نشوف دابا، نشوف هادي. او لا 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 لا، او 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 كسبان زوينه، بسم الله ما شاء الله. واعرة واعرة رائعة، تبارك الله. فنة 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 فنة، صافي نشرتو الفاطي بعدا بغيتي تعومي صافي. الله والله لا مفاجئ 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 بزاف. عرفتو الوحدة البارح مشينا لها حالتها وياها، هادشي زوين تبارك الله. دخلي تعومي عاود، غندخل نعوم انا معاهم. شوفوا نوريكم لا كوزين، هادي لا شومبغ الاولى، يبان لي كل شومبغ فيها تيراس. المهم البنات اللي غيسولوني على الثمن راه 1300 درهم الليله، ولقيناها غير بالكشفه، فريمون لقيناها غير بالكشفه. كاين دو شومبغ ولا تخوا شومبغ، هيا فوالا نوري لكم. ماما شنو نشوفو؟ هذا هو الحمام، فيه جوج حمامات ولا ثلاثة جو كخوا، جوج حمامات ولا ثلاثة. دوزيام شومبغ صح كبيرة تبارك الله، هانتوما حتى هي فيها اون تيغاس. شنو باقي؟ هذا الحمام ديال الدار الكبير. اوه اوه هادي فيها حمادي بيس اللي غنديها انا. هاي الوغ هادي فيها بالدوش كلشي، هانتوما الدوش هادي بحال سويت. شوفوا التيغاس هنا صراحه منظر ورا اروع، منظر واعر هنا، دعوه كالم زوين الصراحه. هانتوما صراحه منقنق. اهو ما يعومو، اجي اعطيني عطيني وحدة. توحشتني في الحسيمة، حل حل. لا ما عرفت سميت سالفة دور وجديدة مسدودة جديد. خاصها تحل سنة سنة. اوه توحش بعد انا من فايل الحسيمة. ايه فيها ثلاث سكر بزاف. لا 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 دايب هاد الشيء، بسم الله. شوف هادي فوالا، والله لا توحشتو. هاك هاك هادي اللي جبتها، هادي اللي راه عندي. الله شوف الفيل حسيبة في البحر. شو قال شنو باقي مداد في البحر؟ خلي اختك شوفوا مثلا اكزاكتومون هنايا اون فاس لا بيسين. كوكو السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. عرفتو ضربت واحد التبحيره في البحر وفي لابيسين، وجيت درت لي واحد التحميمه 5 5، وجيت اول حاجه درت شويه عكر وشويه بلاش، وجيت نطلع عليكم حيت عارفاكم توحشتوني بزاف، حيت عارفاكم كلكم كتسولوا عليا رجاء فين غبرتي، رجاء ولفناك، رجاء باني. والله البنات الى هاد اليومين كنت شويه عيانه، ولكن الحمد لله عرفتو جيت لهنا وانا نرتاح نرتاح، منقدرش غير داك الصهد ديال الوجه جاني قاصح، جيت لهنايا وانا نرتاح. شفت واحد البلاصه زوينه لا ريزيدونس فنه الصراحه، هي ديال ديك المره ولكن خدينا غير ابارتمون حدا اخرى. صراحه البنات الجو رائع، واحد الراحه نفسيه، ارتحيت ارتحيت البنات، نعس مزيان كلشي مزيان توحشت مزيان الحمد لله.
غير عندي بزاف ديال الامور ما يتقضى، عندي بزاف ديال الامور ان شاء الله غادي نقادها عاد، ان شاء الله غنرجع لكم كما عودتكم ان شاء الله. قولوا لي نتوما كي دايرين، لاباس عليكم، اش اخباركم؟ انا بعدا توحشكم بزاف، الا نتوما متوحشوش بزاف انا توحشتكم بزاف والله العظيم، لا توحشكم بزاف. والبارح والبارح ما طلعتش عليكم، كنت شويه عيانه وقلت اللهم نرتاح اليوم، صبحت مزيانه عمت بحرت الحمد لله. داكشي علاش قلت دابا غادي نطلع عليكم ونطمنكم عليا، على الكبيدات ديالي والعزيزات ديالي وخواتاتي اللي كي كل شويه كيصيفطوا لي ميساج، فين كراجاء، فين غبرتي، هاني هنايا البنات، هاني جيت، انا ديما معكم كما هي العاده، انا كما عودتكم اللي غنبقى، شوفوا ديما غنبقى معكم مهما كان. كنبغي نقول كاع البنات شكرا لكم كاملين، البنات اللي كيسولوا فيا، البنات رجاء 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 ارجعي، انا معاكم، انا مشيت باش نرجع، انا معاكم، انا معاكم، كيف قلت لكم بالروح بالدم انا معاكم وغنبقى ديما معاكم، كيف ما غتبقاو حتى نتوما باش نجلس. الله الله حكيم، غتبقاو ان شاء الله حتى نتوما ديما معايا وغنبقاو اونصومبل مجموعه ليكم، غنبقاو ان شاء الله ديما عائله واحده، ما تفرقني ما تفرقوني بينكم غير الموت. شوفوا كنا كندوزو من دي بيريود صعاب، زوينين خايبين، اي واحد كيدوز من دي بيريود صعاب يقدر يطيح ينوض ويطيح ونوض، وكيفاش كتكون عندك لاباس شخصيتك قويه راه كتقدر تتجاوز اي حاجه، وداكشي دار فيه الله سبحانه وتعالى، عرفتوا ولا ولا عندي واحد ايمان بربي قوي، اي حاجه ظهر ربي فيها خير، واي حاجه كتبها لنا ربي فيها خير، ربي الا جاب لنا شي حاجه راه مكتبها لنا راه فيها خير، الا حيدها لنا راه فيها خير، الخير فيما اختاره الله. والله العظيم ماشي كنفتي عليكم، ولكن عقليتي هكذا ولات، وديما وليت نقول اللهم اختار لي ولا تخيرني، ديما ندعيو هاد الدعاء باش الحاجه الا كان فيها الخير ليكم ربي غيخليها ليكم، ولا ما كانش فيها الخير ليكم غادي يبعدها عليكم. هادشي كاين في اي حاجه كانت عندك، اي حاجه ماديه معنويه خدمه اي حاجه، ندعي هاد الدعاء وربي يختار لك ان شاء الله الافضل ليك وصافي. هادشي اللي كاين البنات، انا باش نطلع عليكم حيت عارفاكم توحشوني، عارفاكم بغيت تسمعوا، عارفاكم بغيت تسمعوا اخباراتي، عارفاكم مهولين عليا واش ندير، ما تهولوا عليا ما والو البنات، انا باحسن الاحوال، ماشي احسن احسن الاحوال، كن انا الحمد لله مزيانه بصحتي بعافيتك. شوفي فاش كتكوني بصحتك بعافيتك بعائلتك بخدمتك راه الحمد لله، اش بغى بنادم كثر كاع، اش بغى بنادم الصحه والعافيه راه هي كنز الدنيا، اش بغيت، الحمد لله وشكر لله. نتمنى حتى نتوما نشوفكم على خير وبخير، ونتمنى انكم تحققوا داكشي اللي بغيتو، وان شاء الله انا معاكم ونبقى ديما معاكم. نقول لكم عاوتاني بغيتو النصائح، رجاء رجعوا لنا بنصائح، شوف باش نرجع لكم الفيديو ديالي كيف كنت، باش نرجع لكم اليوتيوب كيف كنت، باش نبدا نعطيكم النصائح كيف كنت، خاصني واحد شويه الوقت نستجمع نفسيتي، نسترجع القوه ديالي، كنحس راسي بحال شويه فاتيكي، وخا اليوم راني الحمد لله كنهضر لكم على هاد الايام اون جينيرال، غنستجمع الطاقه ديالي، اش كنتو فين راني غابه شويه لكم، كنرتاح كنتشارجا كنتشارجا باش نرجع لكم كيف ما عودتكم بالقوه بالطاقه الايجابيه، فامبوسيبل ان نرجع لكم بواحد الطاقه سلبيه، نجي نعطي عطيتكم طاقه سلبيه، ديك الطاقه السلبيه غيكون فيها نصائح اللي غتفيدكم من القدام، اللي تقدر تبدل حياتكم، اللي تقدر تبدل قراراتكم المصيريه، حيت فريمون تيقو بيا غنرجع لكم بشي نصائح من تجارب الشخصيه اللي تقدر اقسم بها تبدل حياتكم، على الزواج، على بزاف د الحوايج، نصائح يمكن كثار من الاول، دابا كنحس براسي عامر هنا الباكاج، الباكاج عندي عندي شي لما ننصحكم، غير صبروا عليا نقاد الامور ديالي، نقاد النفسيه ديالي، ونجمع الوقفه، حيت الوقفه شويه راها عوجه راها طايحه. ان شاء الله ونرجع لكم كيف ما عودتكم بالنصائح وبالطاقه الايجابيه، هادشي اللي كاين، تسناوني. البنات اللي كيسولوا فين وشحال، البنات الله عليكم ركزوا معايا، راه ديك المره قلت لكم وحتى اليوم غادي نقول لكم، لا ريزيدونس ابي 2 تقريبا بارمي احسن لي ريزيدونس اللي انايا شكريت في السعوديه، زوينه بزاف، غير هي دابا في شهر 8 كلشي عامر، عشرة ما لقيناش، راه هذه وغنشدو فيها وقيله غير يومين حيت عامرين، والثمن زاد دابا هذيك لينها بشي 1300 ولا 1400 وصلنا حتى ل 1500 درهم الليله، ولكن هاد تبارك الله اللي كريناها كبيره بزاف، كنا في الاول كريناها بثمن قل من هذا، ولكن دابا البنات فريمون غلاو شهر 8 وصحاب الخارج وكلشي باغي يتبحر وكلشي باغي يكري، ولكن راه عماره فريمون عماره ريزيدونس فريمون غزاله، ولكن يعني فريمون عامره 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 عامره، يعني ما لقيناش حنا بالكشفه ما لقيناش كلشي عامر، وتاتمنى غلات الناس اللي بغاو يريزيرفيو مثلا هنايا
عارف شنو، يحاولوا يريزيرفيو قبل، ما تخلوش لاخر لحظه راه ما غتلقاوش بلاصتكم. عرفتوا البنات دابا مشطه اللي دابا شوفوا شعري، شوفوا كي راه داير، شوفوا ولا عندي فيه تقارب هنا مع اللي ندير داك الشامبون اون تي شوت، وكيبقى لي كيقوي لي الشعر، وكيبقى داك اللي طلع كيطلع مقرد هنايا باش ما يمدي ليا هكا. المشطه اللي كتنقدني وصاحبه المهمه الصعبه هي المشطه ديال اميره تيستور، ديما كنهضر لكم عليها، ديما كنمشط بها، ديما كنتبعها معايا في كل زمن ومكان، اينما حللت وارتحت فين ما مشيت المشطه ديال اميره تيستور هي اللي كتهنيني. بلا ما نمشي للصالون، بلا ما نمشي ندير، شوفوا عندي هنا كيف قلت لكم قرط، بلا ما نمشي للصالون بلا والو، دابا رقيت فين سوا غادي نخرج سوا، هذا غادي اولا حاجه غادي نجمعها هكا، وغادي نشف شعري بالوان ستاب ديال اميره تيستور. انصحكم اللي بغات تاخذ الوان ستاب ديال 199 درهم تاخذها من عند اميره تيستور، راه مخيره شحال وانا كتخدم بيها. كملت نسيول صح، تشوفوا راه ما يمكنش كتخرج الشعر بحال لا خارج من الصالون وحسن من الصالون، تشوفوا لي الجنب الاخر وتعرفوا الفرق، هاد الجنب الاخر معسل، شوفوا كيبان معسل، راه ماشي شعري مشرطب طب، راه ماشي شعري مشرطب طب، وكاين شوف كاين بحال هكا بحال معسل، شوفوا المشط ديال اميره تيستور، شوفوا هكا كيبان حالته، شوفوا المشط ديال اميره تيستور كتعطي واحد، المشط ديال اميره تي كتعطي واحد لابغيونس، شوفوا وكتحسي بحال ناشف ناتشورال، يعني شوفوا بالفوليوم ديالو محروق ما والو، ما كتحرقش لكم الشعر، هذه اهم خاصيه كاينه فيها صح، ولكن النتيجه تستحق كلبش عليكم. شوفوا كيفاش كيتخرج الشعر، شوفوا بحال خارج مسكي مسبسب خارج من الصالونات، هانتوما نوريكم حتى من الدار، شوفوا خرج البنات مسبسب، شوفوا نتيجة واعرة. دابا بقات لي حاجة وحدة هي القصة، واليوم كنقول لكم عزيز عليا نشف اميرة تيستور القصة باميرة تيستور. البنات شوفوا على عينيكم القصه كيفاش كتخرج، رائعه شفتوا، رائعه. الثمن في المتناول 199 درهم، غادي ندخل لكم رقم الواتساب وصفحه الانستغرام اللي بقات تكومونديها البنات، 199 درهم على حسابي فنه، هذه ملي بديت كنخدم اميره تيستور كنبارطاجي معكم اميره تيستور من نفس المشط، قسما عظما ما بدلتها، هي اللي راها عندي الصراحه، يعني راه ما عندي ما نزيد عليكم، ما عندي ما نخبي عليكم، وهادشي اللي كاين البنات. شوفوا النتيجه كليره، خيال. دابا ساعيت معكم الشعر ديالي ياك، دابا فشنو غندوزو؟ غندوزو للوجه ديالي، شوفوا الوجه ديالي ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا هاد الحلوبات البنات بحال الحلبات، شوفوا معايا راه ميمكنش وقيلا قرص من ناموس، شوف راه عندي حلبانه وحلبانه، الناموس مسموم يا ربي السلامة. هانتوما غندوز معاكم دابا الوجه، شنو غندير لاكام لي كندير للوجه غادي تكونو عارفينها، حيت البنات لي متبعيني عارفيني أنا لاكام ديال وجهي مكنبدلهمش، راه الوجه شي حاجة لا نقاش عليها، لاكام لي كنبداها خاصني نداوم عليها، وماشي أي كام كنديرها لوجهي، راه وجهي شوفو ما شاء الله تبارك الرحمن. هانتوما
نو فيلتر نو فيلتر، ما كاين لا مكياج لا والو. هذا الحمار اللي كتشوفه غير الزنقه ديال البحر فقط، لا اقل ولا اكثر. الجمال الطبيعي يا اختي، اذا نحافظ على جمالنا الطبيعي وجهنا ما نوضش فيه الحبوب، وجهنا تبقى فيه ليك لا هكذا مزيان. درت شي فوق شي فوق شي باش نقدر نصور لكم ناموس كلاني. الوغ كيفاش تحافظوا على الوجه ديالكم ما ينوضش فيه الحبوب؟ ولا كانوا فيه الحبوب ما يمشوا. دابا انا صون فيلتر واخا البحر وكدا راه نورمالمون كاينو الحبوب، ولكن انا ما نوضش ليا الحبوب. علاش ما نوضوش ليا الحبوب؟ دابا انا غنبارطاجي معكم لاكام اونشي اكني اللي ديما ماشي غادي نبارطاجيها معكم اول مره، ولكن ديما كنبارطاجيها معكم، اللي هي الحب ديالي افيلا. افيلا واحد لامارك اللي انا كنحبها. شنو كنحبها؟ كنحبها تالمون هاد لاكام مصنوعه بواحد الاتقان وبواحد تنقول لكم واحد المصداقيه وبواحد الحب. ما كاينش اللي غتجربها ما تجيش معروف. كل بنت عندها كتعاني من لاكني اولا كتعاني من الحبوب في الوجه ديالها، اولا عندها حب شباب، اولا داك الحبوب مجلخ ولا شي حاجه بحال هكذا. دابا تبعي معايا، غادي نعطيك التريتمون اللي غادي يهنيك ان شاء الله الرحمن الرحيم من هادشي كامل وعلى ضمانتي. اول حاجه كديريها لاكام كتكون من ثلاثه ديال لي برودوي. البرودوي الاول جيل نيتوايون اللي فيه الشاربون اكتيف وزيت شجرة الشاي اللي هو كيحارب الحبوب، سورتو الناس اللي عندهم لابو اكنيك وغراس، يعني لابو البشرة الدهنية كتنتج الحبوب عندك هذا، لابو مزيتة عندك مزيتة يعني كتنتج لك الحبوب عندك هذا، فيك الحبوب هذا واعر. شوفو هانتوما زيرو بارفان زيرو زيرو كولورون بوغ لابو غراس اي اكنيك، يعني ما فيها حتى شي ريحة حتى شي حاجة، يعني ما تخافيش انهم يدير لك الحساسية في وجهك ولا شي حاجة. هو اللي كنغسل به انايا وغنغسل به دابا، يعني انا ما فيش الحبوب، ولكن علاش ما فيش الحبوب ديال الحب الرقيق ما فيهاش؟ علاش علاش راه كلنا كيجي واحد البيريود كنبدا في الحب الرقيق، انا ما كاينوش لي الحب الرقيق ديال البيريود. علاش؟ حيت كنستخدم لاكام اونشي اكني ديال افيا. الوغ تبعوا معايا ستوريات واحد بواحد غنشرح لكم لي زيتاب وغنشرح لكم كل برودوي لي اش نافع. اول حاجه هي غادي ندير جنيت ورق. شوفوا هانتوما ناخذو كاع، راه انا ما كنشوفو لاكام اللي ما كنتخلاش عليها، كناخذها معايا فين ما مشيت. افيلا كناخذها معايا فين ما مشيت. شوفو التريتمون انتي اكلي التريتمون اكلوغتيف حيت كنديرو في الليل قبل ما ننعس، كنهيدغاطي بيه لابو ديالي هذا وهذا خلاص، هذا كنغسل بيه الوجه ديالي يوميا. بل غير انه كيحيد الحبوب كينطوي مزيان، كون فيك المكياج كينطوي لك مزيان، كيعطيك واحد تفتيح البشرة ديالك ماشي تفتيح بحال كيس كينقيها. هذا واعر البنات لشي حاجه سميتها الحبوب، كيحارب الحبوب، الحبه جبوها لك ما كتبقاش دور عندك الوجع. هذه هي اول خطوه من تريتمون اونتي اكني ديالنا، هو هذا كتبقي تغسلي به يوميا 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 صباح بالليل كيهبش عليك. ما الا ما دفعتش ما يضركش نهائيا، ما عندك منش تخافي، هذا كتغسلي به يوميا. شوفوا غسلت الوجه ديالي هانتوما، راه غير مورا ما كتغسلو كتلاحظو واحد ليكلا، بلاتش كتلاحظو واحد ليكلا في الوجه ديالكم. شوفو كتلاحظو وجهكم صفا وخفاف من أي حاجة كانت فيه. ليطاب التانية هي الماسك، هاد الماسك سمعوني مزيان، هاد الماسك بوغ لابو تاهي ديال الحبوب، هدا ماسك ديتوكس كيحيد السموم من الوجه ديالكم، حتى إلا كان فيكم شي حبوب تحت الجلد كيخرج لكم الحبوب ديال تحت الجلد وكيهرجها. داكشي كنقول لكم البنات، الا شي وحده فيكم دارت تريتمون افيرا، مع ماشي كلشي زعما، الا كانت شي وحده فيكم دارت تريتمون افيرا بلاتي مثلا وخرج ليها بحال الحبوب في وجهها، تعرف انهم عليها والو غير الحبوب اللي كيكونوا تحت الجلد كيبداو يبانوا. لذلك عندكم باش تخافوا، هذا فيه لارجيل فيه الطن الاخضر، هذا فيه الطن الاخضر وفيه الشاي زي شجرة الشاي، وين فيه بزاف ديال المكونات باش هذا كيدير غير جوج المرات في السيمانه، راه ما تكثروش حيت مجهد غير مجهد. كاين اللي سميتو الدور ديالو انه غير ينشف لكم لابو من الحبوب، صافي هذا البنات كينشف لابو من الحبوب. يعني تقدري ديري سيغتو على البلاصه اللي عندك فيها الحبوب، مثلا عندك في الحناك عندك في الجبهه، صافي هذا الدور ديالو كينقي البشره ديالك من السموم. هذا سيتا من السموم، هذا سيتا ماسك ديتوكس، فهمتوني؟ السموم كيحيدها لك من لابو ديالك، صافي غير هكذا بركة. المهم البلاصه اللي عندك فيها الحبوب اكثر حاجه كتكثري فيه، كتخلي واحد 20 دقيقه ولا ساعه وكتغسليه. هذا كيبدا مرتين اسبوعيا، ما كنديروش شي
حاميين. هذا راه مجهد على واحد الجنة، حيتاش فيه واحد المكونات مجهدة اللي كتحيد الحبوب. الناس اللي عندهم بشرة فيها الحبوب. شنو مالكي؟ علاش شاهد ما درتش شهادة؟ كتسولني كتقولي شهادة. شهادة اللي في وجهي ماسك. ماسك ديال اش هاد الماسك؟ معرفش. اجي عندي اجي نوريك ديال اش هاد الماسك. ها هو ديال اش هاد الماسك. هذا بوغ لاك اللي يشوفوا اختي موجود بالضحك. الا شفتوني علاش على مراني حاطاكم باش نصور. شوف شوف المعاناه. حاطه شباك بي طواليط وماسك حيت ما عنديش الرينغ لايت. قولي سلام الناس، قولي لهم سلام. لاباس طاطي زوينه ولا خايبه طاطي رجاء؟ زوينه. زوينه؟ نعم. شوفي فيهم كنتهلا فيك ولا لا؟ واه. كتبغيني ولا لا؟ واه. وبوسيني؟ كندير. بوسيني في العنق يلا. كندير. نمشي نبوسك انا. الله ياسمين بغات تشوف. بغيتي تشوفيني كيفاش نقلعها ياك؟ واخا شوفي كيفاش نقلعها. شوفي دابا الماسك نشف تقريبا. شوف شوف راه تفرج فيا. تتفرجي انت ياك؟ بغيتي ندير لك؟ ندير لك؟ هذيك ماشي حبوب لا والو. ما عندك ما ديري به. عندك ما ديري به. هذيك حبوب لا والو. قلت لكم صافي دابا غادي نغسلو. ها كيفاش نغسلو؟ كنحطو هاد الحبيبه ديالي بالماء. كيفاش كنحطو الماء ياسمين؟ ديرو الماء وتحكيه. ها ديرو الماء وحكي. ندير الماء وحكي. ها الماء ونحكو. شفتي واه الماء ونحكو. صافي شي هاني حيد. صافي مزيان. اجي شنو خاصني ندير دابا؟ غندير اون كريم. سالي وغادي ندير اون كريم. الوغ البنات اخر حاجه شوفوا بعدا الوجه كيفاش كيخرج. المهم اخر حاجه في التريتمون اونتي اكني هو هاد التونر. اكو التونر. هاد التونر هذا اللي كيدير عندي حبه. التونر كيفاش كنديرو؟ التونر التونر كنديرو هكا على الحبه وكنديرو على الحبه. مثلا انا عندي هادي ديال هادي ناموسة والكرنجرة بلوك. كيدار على الحبه بكوتون تيج. كيدار غير على الموضع اللي فيه الحبه، ما كيدارش على الوجه كامل. علاش ما ديرش هكا؟ ها؟ هكا كاع كامل. لا ما نديروش كامل، غير ديال الحبه. هاكا هذا التونر كيدار على الحبه من الليل لليل. فقط اخر حاجه اللي هو الوغ تخيطمو اونتي اكني كيف قلت لكم دابا فيهم ثلاثة ديال المنتوجات. انا قلت لكم كلهم جوج شويزو. دابا البنات قلت لكم تخيطمو اونتي اكني فيه ثلاثة ديال المنتوجات. فيه جل نتوانو، الماسك ديتوكس والتونر. هادو البنات بثلاثة ربعة وعشرين درهم. عارفة انا شي بنات غيجيكم غالي ولا كيقول لك البنات راه شي حاجة افيكاس. بلا مشي عند دغماطو ولا تشوفي هذا. هذا اي بنت فيها الحبوب، اي بنت فيها الحبوب مليحين في وجهها، اي وحده فيكم بغات تهلا في وجهها وتحيد الحبوب اللي معقدينها، دخل تكوموندي. هذا غدخل تكوموندي ملي غنخلي لكم. دخلوا كوموندي والبنات من السيت ولا من باج انستغرام بحال بحال. راه كيف شفتوا البنات افون ابخي راه ما شاء الله نتائج رائعه. وقبل ما نمشي غادي نرطب بتريتمون اكليرسيسون اللي هو كنت كترطب كنديرو من الليل لليل. كيفتح كيصفي كيوحد لون البشره وكيحيد الكلف. صافي هادشي اللي كاين البنات. ونكون كملت اللايت روتين ديالي. اي فوالا كاين خيز اخوني دو فوالا. شوفوا الوجه، شوفوا الصفاوه، شوفوا شوفوا الوجه كيفاش كيخرج. ماشي كيفاش كيخرج، حنا ما كنهضرش على كيفاش كيخرج في النتيجه ايميدياتمون، مي الوجه الناس مورا التخيطمون، مورا ما تبع التخيطمون اونتي اكني البنات اللي عندهم الحبوب والتخيطمون اكليرسيسون بالنسبه للناس اللي عندهم لي طاش، وبالنسبه للناس اللي عندهم الكلف، وبالنسبه اللي عندهم البقع. الناس بغاو واحد لون البشره. انا التخيطمون اكليرسيسون ما كيخطرنيش، وانتي اكني الناس اللي عندهم الحبوب. مالكي مالكي؟ الناس اللي عندهم الحبوب يديروا التخيطمون اونتي اكني، والناس اللي عندهم لي سيكاتريس ويعالجوا الحبوب كيبقى عندهم لي تخاص وسيكاتريس عليهم تريتمون اونتي فاش. نخلي لكم ليا هنا لي بغات شي حاجه ندخل تكومونديها البنات. الوجه ديالكم اعتنيو بيه بلا كوم ابيضا راه ما غتلقاوهم احسن. يلا قولي لهم صبحوا على خير. صبحوا على خير. صبحوا على خير. صبحوا على خير. والبنات صافي الله يهديكم. كلشي كيقول لي نوضي ما تنعسيش نوضي. الا غتنعسي برا علاش كريتي؟ راه ماشي برا، راه هاد الدار هنا، راه هذا داخل هاد الدرس داخله مع الدار اللي كرين. بابا كنعسش هنا صافي غير تاح.
غادي غير نجلس نستمتع بهذا المنظر هذا، فهمتوني؟ نجلس نستمتع بهذا المنظر هذا وغنطلع نعس. راه تبارك الله البيوت عطا الله، هانتوما فرش هنايا نجلس نتكا، راه ما كان لا حشرات لا والو، كاين غير النمل هنايا. النمل النمل قتلني النمل، كل شويه النمل طالع عليا مع رجلي. وبلا ما نوريكم واحد الناموس قرصني قداش، واحد الناموس شوفوا شتو، شوفوا قداش البنات، او نطلي حدبه بغاو ندوري القرون هنايا قرون منه وقرون منه، وحق الله الا ندوري الحبو في بلاصه القرون، قرصي ناموس في بلاصه القرون، صافي غير ندوري القرون ديال ابليس هنايا. شوف ديال الشيطان، شوفوا شوفوا، اقسم بالله البنات الا حدبه فاش كندير هكا صبعي كيطلع ويهبط. شوف شتو، شوف اقسم بالله الا حدبه، ويلي بغاو ندور للقرون في جبهتي. وشوف سبحان الله الناموس خلى كاع الكماره وكلشي وجا قرصني هنا الفوق جهه القرون. شتو ها، شوف شتو ها هو، راه فاش كندير هكا شوفوا صبعي كيطلع وكيهبط، وهنا عاود سبحان الله قرصتني عندي، غير نوض لي قرون منه قرون منه. عاد اعدائي حداري وحدار الاعداء ديالي، راه كانوا دول القرون. بردكم، شوف شتو، شوف شوفوا قداش صاحبتي، شوف ويلي صبعي كيطلع ويهبط. واش هذا ناموس ولا ما عرفتش شنو قرصني، فقت الصباح لقيتهم فيا.